جلطات. الجلطات هو ببساطه الشريان ده اتقفل خالص، يعني جت حاجه كده زي طوبه صغيره وراحت واقفه قفلته، بس الدم اتجلط قفل. قفل يعني ايه؟ يعني قطع الدم اللي رايح للجزء ده من عضله القلب تماما. ده العيان اللي لازم يتلحق في اقرب فرصه ممكنه. وفي الكتاب يقول لك ايه؟ الحقه في اول، يعني مش هنقول ساعه، يمكن اقل من ساعه. يعني يقول لك احنا عندنا ادويه بتدوب الجلطات، لو انت هتدخل العيان ده في مده تزيد عن 90 دقيقه القسطره، اديله المذيب للجلطات. ليه؟ لان انا كل همي احافظ على عضله القلب. العضله دي اهم حاجه، ان هي ما تتليفش، العضله دي تفضل كويسه، تفضل سليمه. يا فرحتي عديت بالعيان والعيان كفايه قلبه بقت حاجه و20 ولا 30%. بس طب ما هو العيان ده هيفضل يقعد طول عمره ينهج، او هيتحسن مع الادويه؟ انا ما اعرفش هيتحسن في وقت قد ايه. الموضوع ما بيبقى سهل، عشان كده دايما بنهتم بالخطوه الاولانيه. الخطوه الاولانيه هو ان حضرتك جات لك الاعراض او جات لك المشكله وخدت الادويه الاولانيه اللي بنديها في الطوارئ بسرعه ورحت المستشفى. المستشفى دي لو مجهزه بقسطره يبقى حضرتك بتخش، لو مش مجهزه يبقى بناخد المذيب للجلطات في الوقت على طول. الكلام ده كلام عالمي ومهم جدا، لانه هيفرق معانا كلنا في بعد كده العيان ده هيكمل ازاي.